والبنات سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء اماركم مزيان؟ طبعا ني تشوفوني لابسه هاد الدريس هذا ولا هاد الكسوه عرفوني غنصبغ شعري. طبعا كيف كتشوفوه هبط لي اللون بزاف، يعني هبط وداك البينك ما بقاش بغي يمشي، داك البينك اللي كنت درت بملون طعام اللي كنت درتو معكم تشالنج، فما بغاش يمشي لي، بقى لي ديغرادي اللون شعري مع الاشقر مع البينك. ف اصلا ملال، وهاد الايام ما نعاودش لكم هاد الامور، فاش بقى داكشي ما كنشوفش الناس بتاتا، عاوتاني كيف كتشوفوه ماشي بحال هو اللي راجعوا الفيديوهات غتبان لكم الفرق، يعني انا داكشي كيبان في وجه الواحد، انا ملي كتشوف المرايه كتشوفي راسك شكل، عارفه راسك شكل، عارفه راسك فريمون مشكل. فباش نحيد الملل وفريمون ستريسيو و شعري كامل، كيف قلت لكم اخر مره ان الغلط اللي كيدير الواحد هو انه كيصبغ شعره كامل، ملي كيجي عاوتاني يهبط لي اللون كيعاود عاوتاني يصبغ الشعر كامل، هو خاص يصبغي غير الجذور اللي كيكون طالع فيهم اللون، ماشي تهل كيزغبك كامل. وهادشي اللي غنوريكم اليوم، لان جميع المراحل سبق لي وريتها لكم، اليوم غنحاول نخدمو غير انه كيفاش تصبغي لي غاسين بوحديتهم او المنطقه ديال الجذور بوحديتها، فاش يبدا يطلع لك اللون ديال الشعر او سحب اللون، كيفاش ممكن ديري سحب اللون لا المنطقه هذه. ما عرفتش واش غنستعمل تونر ولا لا، انا على بالي هاد الساعه زعما ندير داك الاشقر فاتح بزاف ماشي داك سيلفر، فممكن الا خرج لي بلاتين يعني بلوند بزاف اشقر فاتح الدرجه ديال اللي انا بغيت، اللي كنت كندير شحال هادي بلا تونر بلا داك السيلفر غنخليه، كنبقى فيه شويه اورانج وليموني بقى باين برتقالي، غنضطر انني ندير تونر والبيربل شامبو. دونك هادشي تشوفوا معايا كيف ما غنوريكم في الفيديو، باش نكسروا الملل شويه وداكشي كامل اللي واقع هاني ديما لاصقه فيا. هما راه خليتهم فوق شويه، شو 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 السحاب كتبغي تجلس عندي وانا غنوض هاني غنوض. شو كدير بزز؟ انا كنفعم عليك تفشوش الباس لاباس مفشه خنزيسه مفشه ولا هما كيتفشوش التوش اللي كتفشش هي. سي هاي فولور هاني، سي هاي بيبي، سي هاي مامي. صوت المراه باقي محلول كيف كتشوفوا معايا، كزو سميتو حنا مخليين الدنيا باش يلاه بدات كتنشف شويه باش ليكم اذا تكون واضحه وتكون باين لكم، يعني غاسلين انا كيما قلنا غنصبغ غير هاد البارتي هادي اللي نازل فيها اللون، شوفوا العداد فين جاي حدا الشرجم، وغنصبغ في الصالون يعني ماشي في الحمام. فشوفوا الحاله اللي انا فيها. طبعا البنات او ماي جاد، هاد الكاميرا هكا انت كتلو ما عليش. طبعا كيف العاده بغيت غنعطيكم شنو كنستعملو، كنستعملو الاوكسيدون اللي كيكون الرقم ديالو اما 20 30، ما تستعملوش 40 خصوصا اللي كنتو كتستعملوش يعني كتصبغوا شعركم بزاف بحالي، استعملوا 20 حتى 30 اوكي ماكسيموم، يعني ما تفوتوش 30، 40 غتهلك لكم الزغبه بزاف. وغنحتاجو الاوكسيجين او البودره البيضاء او حتى زرقاء ماشي مشكل. طبعا كيف كتعرفوا العاده كنخلطوا جوج بودره مع 4 اوكسيدون، انا غنحاول نخليه ماشي 4 ممكن ندير غير 3 باش يجيني ثقيل باش ما يهبطش ليا على باقي الشعر، باش نصبغ غير هاد البلايص هادو اللي فيهم اللون طالع. طبعا كيف كتشوفوا الخلفه ها هي، غنسالي غنوريكم البايوتين وداكشي اللي رجعت كناخذ. ف يلا ليتس جو نبداو نخلط هادشي ونرجع معكم باش نوريكم المراحل كامله من كيفاش غنصبغوا الاطراف اللي كيطلع فيها اللون. يلا طبعا البنات اللي كيسولوني على هادي منين، هادي كانت جابتها لي ختي من امريكا، فلا بغيتو غتلقاوها في الويب سايت اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف ديال امريكان جودي شوب، غتلقاو فيها جميع البروداكت او اي منتوجات كنستعمل غتلقاوهم تما اللي كيجيو من امريكا يوصلوا عندكم. طبعا كورونا دابا شويه مأزمة القضية، ففيها كيجيو فيها هذا قرصات وواحد شونغرا ديال كون، وكتحسب لك الوقت مثلا بغيتي تخلي البروداكت واحد 30 دقيقة او ساعة كتبروغرامي هو كيعطيك لاغم او كيعطيك التوقيت. انا مكنستعملها صراحة بزاف، انا لقيت الحاجة ديالتها معرفتش مالها طافية فما بدلتهاش، وما عمرني استعملتها لانني راسي كان عندي عين ميزاني. كيكونو في هاد القريصات 4 هادو عتنك سوا واقيلا كيكون في هاد اللون بقيت عاقلة على هاد الوقت اللي كنديرها. المهم يلا نمشي نشوف هانتوما شتو عجبت لكم، ما كنتش باغا نصبغ شعري انما مضطرة لان هداك البينك مبقاش بغا يمشي وجا ولا بحال هاكا كنت غادي نجي نتا حنا ديال الكابس او المعالق او كنشري هادو كيكونوا كيبقاو وما البلاستيك فوالا جو بونس كفيني لان علاش انا غنشرب وانا ما باغيش ندير البنات لوكسيدون كثير، فغنديرو يعني هو خاصني ندوبل 3 ندير معاه 6، انا غندير معاه غير 4 حيت بغيتو يبقى ثقيل باش ما يهبطش ليا باقي الشعر نقط الله كبار نرجع معاه. طبعا البنات اول حاجه قبل ما تبداو ديروا الصبغه ديروا اي زيت، زيت كوكونات زيت غليسيرين اولا اي زيت اللي غاسين باش ما يتشوطش لكم شعركم وينشف اولا بازلين اولا اللي كان اوكي، سورتو في هاد المناطق اللي كيكونوا خفاف باش ما تقدرش الزغبه وتنشف لينا. فانا درت جونسون اويل اوكي ديال الالوفيرا، ممكن ديروا اي واحد اي زيت كما قلت لكم يبقى لكم الاختيار اوكي. انا خلطت كيف شفتوا معايا ثلاثه الغلاقات مع 5 اوكسيدون، ما درتش 6 نقصت وحده باش تجيني شويه خليط كثيف اولا ثقيل كيف كتشوفوا شفتوا، باش ملي نحطو على لي غاسين يبقى لي غاسين. كما قلت لكم انا باغا نديرو بلوند اشقر، ما غاديش نحتاج انني ندير تونر، ما باغاش ندير تونر بزاف، فداكشي علاش خليت الخليط ثقيل وداكشي علاش غنبدا من القدام، لان علاش القدام هو اللي تيكون
شويه تيشد لون دغيا وفي نفس الوقت كيبقى اورانج. فانا داك لو طون اللي باش ما يبقاش ليا قدام اورانج غادي نحاول انني نبدا به هو الاول. اوكي غنحاول انني نفرق شعري هكا كيعجبني نديرو بهاد العود ونمشي مع لي غاسين كيف غتشوفوا معايا. اوكي يلا تبعوا معايا جميع الخطوات. نزيد شويه الزيت هنا ندير لي كيت ونبدا نجمع عندهم. اوكي يلا نبداو بسم الله. نبين لكم غير الفوق باش تشوفوني كيفاش غندير. ناخذ صبغة ونجي نبدا نمشي بهذا الشكل. نخلي غير واحد سنتيم وصراحه ما كيعجبنيش نخلي حتى شي نقطه لونها مخالف. اوكي ف غنديرو كله. كيعجبني اللون يكون شعر واحد اصلا ما كنحملش داك لي غاسين فاش كيبداو يهبطوا. يعني اون فوا كيبدا اللون يهبط خاصني نصبغ، ما كنقدرش نستحمل واحد شويه ديال اللون انه يكون هابط. طبعا هاد الطريقه هادي غنمشيو معاها كامله شعر كامل من الاطراف الجذور. وغنجي نبدا بهاد الشكل هذا كيف شفتوني درت هكا وغنجيب حتى النص هنا فين كاين عندي اللون. غنتبع غير دوك بلايص الكحلين اوكي يعني فين كاين اللون طالع والخليط راه ثقيل ما تخافوش منه. طبعا كيف كنقول لكم دائما البنات لبسوا شي حاجه اللي عارفينها ما غاديش تخسر لكم. اوكي نجي نفس الطريقه ما تديوش ليا انا راني كنخدمها على الكاميرا ديال الموبايل او ثاني عندكم. انا ديما ولفت انني نخدم بلا مرايه ديال الحمام غير باش نوضح لكم باش نقلب حيت الحمام ما تشوفش الاضاءه واضحه. نحاولوا اننا ما نقيسوش الاطراف الاخرى ونمشي بنفس الطريقه مع الشعر كامل غير هاد المناطق هادو اللي فيهم اللون نازل. اوكي حتى الاخر صافي يخرج ليا اللون عاد غنعطي واحد الضربه للاطراف اللي تحت ونديروا لي كات اتونسيون ما نديروش بحالي. غنحاول انني نحطو هكذا باش نحط عليه داك الشعر اللي انا ما بغيتش نقيسو بالصباغه هكذا وبهاد الجهه نجيب شعري هذا الاخر اللي هنا باش نجي نصوب هذاك اللي تحتاني ديالها. هذا الشيء الاخر حتى ملي نقرب نغسل طاري واحد هكا قسمين عاد ندير هذا الشيء اللي لتحت باش غير نعاود نحيي فيه اللون ونحيد هذاك البينك. صافي معايا كيف شفتو نثبتو هكذا وندوز نكمل هاد الاطراف باش ما يقيسش لي البرودوي باقي الشعر ويتضرر. اوكي شفتوا دابا كتحطوا الشعر فوق القطن ممكن ما ديروش انا ما كنتش غنديرو انا ما غاديش نوريكم انه باش تيفيتيو انه يقيس لكم باقي الشعر ديروه ومنها كيسخن حتى الزغبه تعطي اللون دغيا يخرج. هكذا نقدر انني نتحكم مزيان في البلايص اللي باقي ليا ويبان ليا الاسفل بحال ما منو كيجمع لي حتى شعري من القدام. انا راه حطيت مرايه اخرى باش تبان ليا شنو كندير انا خاصني نخدم هنا يكون عندي مرايه صافي باش كنت تصور ما كتشوفيش الكاميرا ديال الموبايل شنو كتصور باش كتسد. انا كتاكد انه كاع دوك البلايص الكحلين او المناطق اللي نازل فيها اللون خصو هاد البروبي. يفضل لك شي حد يعاونكم يدير لكم هاد البلايص اللي نتوما ما تشوفوش مزيان اولا هو يصبغ لكم يكون احسن. اوكي لي دابا نبدا نفرق وندير نفس العمليه وهكذا حتى نكمل ونرجع معكم. كنظن فكره واضحه كتحطوا البرودوي غير على المنطقه اللي طالع فيها اللون وصافي نكمل معكم ونجيبو نحطو هنا. اخي بحال هو ملي كينزل اللون ما كيبغي تعاودي تصبغي بالاشقر كياخذ معك وقت خصوصا نزل بزاف اللون. البنات كنظن الفكره راه واضحه انا صافي قربت نسالي هاد البارتي اللي بقات غنخلي حتى دوز واحد يا
يعني ساعة على ربع هكاك 45 دقيقة نقلب لي غاسيل نشوف واش خاصني نزيد اوكسيدون يعني نزيد البرودوي نعاود البوش الثانية او لا. وانتم نوريكم طبعا كل شيء فاش تدوس واحد سنتو طبعا غندير غير القطن، ما غندير لا الومنيوم لا والو. القطن راه ديجا غيسخن ليا مزيان شعري، يمكن ما ياخذش معايا كاع بزاف الوقت، يمكن ياخذ معايا غير 30 دقيقة على حسب فهمتو. ونبقى مرة نجي نعاود بحال هكا من هذوك البلايص الكحيين وهكذا فهمتوني. فوالا القطن بغيا كيخلي اللون يبدا يشد، حيت كيسخن بواحد الطريقة احسن من الومنيوم. فوالا نمشي للمرايه ديال الحمام باش نتاكد انني درت الاطراف كامله ونعود. فوالا البنات هنا كيف كتشوفوا غنعاود البرودوي على لي غاسين وغنخليه عاوتاني واحد شويه وصافي. هو المفروض كتبقاي تقلبي الشعره كتشوفي اللون الدرجه اللي بغيتي انت تحصلي عليها، وكتبقاي كل مره كتزيدي البرودوي الا تشرب وبالك نشف. سينو كنتي باغي غير اشقر عادي راه غادي تبقى انت عينك ميزانك حاضيه اللون كيف ما بغيتي. صافي بحال كريستوف كولومبوس داك ديال الكريم داك الالوان هكذا. علاش كنقول لكم لبسوا شي حاجه ما غاتحتاجوهاش ما تبقاوش تبغيوها. عرفتي القطن كيسخن لك دغيا اللون غيخرج لي باقي ما كملش نص ساعه كنحس بيه غيخرج، حيت دغيا كيسخن اللون شي بحال شي زوينه. درينغ لايت كتعطي اضاءه اوفر. فوالا البنات هنا كيف كتشوفوا هانتوما ما كملش حتى نص ساعه واقيلا وها هو اللون شفتوه، حيت القطن دغيا سخنو. دابا غنعاود الكوش الثانيه ضروري واقيلا من التونر، انما غنعاود الكوش الثاني ونشوف، حيت انا ما خليتوش دار 6 ساعه. دابا هو نورمال شحال هادي كنت 3 السوايع باش يلاه كيخرج باللون، انما انا ما باغاش صراحه نهلك السعره ديالتي. فغنحيد هاد القطن غنعاود الكوش الثانيه ونتلاقاو من بعد. طبعا البنات داكشي اللي كتشوفوا علاش غصبغت شعري باقي عاد ما زاد بان، ما عرفتش داك البينك عاد ما ولا هكذا باين. طبعا فاش كتجيو تغسلوا شعركم كتحاولوا انكم ديروا ما يكونش سخون بزاف، يعني يكون بارد الا قدرتوا ديروا بارد ديروا بارد. غسلوا بالشامبو البيربل اللي كيكون بنفسجي باش يطفى شويه داك البرتقالي او داك اللون الاورنج، وضروري محتاجين تونر. الا ما كنتوش غديروا تونر شحال هادي ما كنتش كندير تونر، كندير صاحب لون كندير موراه لون افتح درجه يعني اقصى درجه ديال الصباغه كتكون فاتحه كنعاودها فوق من هذا اللون باش كتنحي هذا اللون البرتقالي. ما كنتوش غديروا تونر ديروا صباغه، حيت غديروا التونر فالتونر راه سبق لي عطيتكم شنو هذا اللي واحد نفس المثله. التونر عطيتكم كيفاش تخلطوه كديروا العبوه مع جوج اوكسيدون. اوكي التونر كيكون مختلف على سحب اللون كنديروا البودره وكنضعفوها يعني ماشي بحال الاخر كنديروا عبوه وكن حتى هي تقريبا عطوه واقف واحد الشرجم وهذا. المهم نمشي نحاول غير نسرح شعري لان التونر كيدير على الشعر هكذا ما كيكونش ناشف، ممكن تابليكي على الشعر يكون شويه هكا اوكي. غادي غير نديرو هكا باش نشوف اللون مزيان شنو البلايص اللي غنقدر نصبغ. ضروري غنصبغ القدام اللور ما غاديش نحتاج ندير ليه بزاف، غيبقى لي داك البينك واقع لا ما غيمشيش. درتو ماشي بحال الزرق يلا ماشي مشكل ليتس دو ات. حاجه اخرى البنات بالنسبه للتونر ديال ويلا الا بغيتوه راه تا هو طلق طبعا ما كاينش في المغرب، الا بغيتوه غطلبوه من الويب سايت اللي غنخلي لكم نوريكم كيفاش كيكون هذاك التونر. راه فيه بزاف الارقام كل واحد، كاين 18 كتعطيك السيلفر الرمادي اشقر رمادي، وكاين 14 اللي انا عندي هما بجوج كتعطيك الاشقر العادي. نشوف لكم هنا هانتوما كيف كتشوفوا معايا اوكي. خطير البنات ولا التونر كتنحي ماشي غير الليموني، شوفوا الالوان اللي كتعطي. طبعا انا سبق لي وشاركتها معكم هي هذه، سبق لي وشاركتها معكم عده مرات ما عرفتش غنعاود نشارك معكم. نمشي نخلطها ونرجع نوريكم حتى تما. شفتوها زوين كتحيد الليموني بلا ما تحتاجي ديري صباغه ولا هذا. طبعا التونر هذا هو الرقم اللي انا باغاه، المره الجايه نقول اختي تصيفط لي هذا باش يعطيني هذا. كان عليا ناخذ الصراحه 50 ولكن ما خديتش. اختي كانت صيفطت لي جوج من 18 وجوج من 14، فالمره الجايه نقول لها تصيفط لي رقم هذا 050 باش نجرب هاد لا كولور هادي. غتبونس تعطيني هاد السيلفر، انا كنبغي هاد السيلفر. دونك 18 و 14 ما كتعطيش داك السيلفر هذاك، كتعطي غير هاد السيلفر العادي اوكي، كتعطي هاد اللي غادي الاشقر. دونك المره الجايه نشاركهم معكم عاوتاني، ودابا غنشوف واش غنشارك معكم ولا على حسب الفيديو شغل يجي طويل ولا يخسر ما بغيتوش يجيني طويل. يلا باي نتلاقاو بعد ما خلطتو. انا البنات بالنسبه للتونر كيفاش كيتخلط كما قلت لكم ديك المره كناخذوا مثلا قياس هكا، انا هادشي اللي بقى عندي صراحه. ف هنا عطاني واحد نص غلاقه كيف كتشوفوا، دونك غناخد معاها وحده من اوكسيدون وغنشوف واش نقدر. ديك المره ميلونجيت 18 مع 14 خلطتهم وعطوني داك اللون اللي غادي الرمادي. يلا نشوف هكذا ناخذ بعدا هاد القياس. وحاجه مهمه خا ضروري تميلونجيوه مزيان باش ما يعطيكمش ديك غرادات الالوان شعركم، يعني تميلونجيو حتى كيولي اللون ديالو غادي الموف غادي الازرق، يعني اللون ديالو كيولي بحال البنفسجي بحال الازرق. فانا هنا غنحاول انني ميلونجيه. وما تنساوش دائما ديروا سيروم اولا زيت عاد تابليكيو هذا الشيء فوق شعركم. حنا نتوما شفتو غير ضيع قاد غير ضيع يصير هذا الخليط هذا كيولي كثيف شويه ما كيبقاش خفيف، كيولي بحال شي جيل او كريمي ما كيبقاش يعني ليكيد ما كيبقاش خفيف بزاف. فانا جو بونس هذا كافيني اني غنابليكي غير على لي غاسيل، فما غاديش ندير الميلونج بيناتهم. ضروري كما قلت لكم تاكدوا انه تخلط مزيان فوالا صافي عاد كتابليكي هذا الشعر. غنستشف شعري غير شويه ما غاديش نجبد غير غنشوف من الماء وصافي. هانتوما شفتو كيفاش ولا ساهل اوكي. حاجه اخرى البنات هنا كيف كتشوفوا اللون خرج ليا بلوند وفلي غاسين بقى غادي الاورانج لان انا ما استحملتش نخليه
اكثر من ساعه، هو كل خليته ساعتين او ثلاثه ساعات كان غادي يعطيني هذا اللون هذا بحال شحال هذيك، كنخليه لان الشعره ديالتي كانت باقا ما يعني ما تضررش بحال دابا. دابا ما نقدرش لان انا ولفت نصبغ اشقر بزاف، فولات الجلد ديال راسي كيتحسس يعني ما قدرتش، بدات كتحرقني. فماكسيموم واحد ساعه راك شفتو، ما خليتوش ساعتين ولا ثلاثه ساعات، تقريبا ما كاملاش ساعه وشويه نقولوا، وغسلته كون خليته اكثر كان غادي يخرج اللون. وانا دابا حنا بعد ما خلطت الثومه كيولي الشكل ديالو هكذا، انا غنمشي حيت غنديرو غير على هاد البلايص اللي فيهم اورانج. هادشي اش الاضاءه مع البيض عطيه هاد اللون هكاك اوفر. فوالا نشوف المرايا الصراحه، انا غنابليكي في الاول على هادو عاد من بعد. اوكي من بعد كما قلت لكم الا بغيت غنديرو على شعري كامل، غنحاول نحطو بعدا على البلايص اللي بغيتهم يحيدوا لي داك الاورانج ولا داك البرتقالي. هو كيفما قلت لكم عبوه وحده مع جوج ديال الاكسيدون، الاكسيدون كيكون 20 فوليوم، 20 ما كتفوتيش اكثر من 20. كنعاود ناكد صفتو في التونر صافي، كتخليه 30 دقيقه وكتغسليه. يلا اوبس، هو اللون ديالو راه كيتغير في الاخر، ما كتجي تكملي كيولي اللون ديال شعرك موف. صراحه نتكون كونسونطرا ان هاد المرحله هي اهم مرحله، شعري راه ما شفتوش واخا قلت لكم غنمشي نشوف فيها. يلا كيزا انا شنو ندير فيا. اوبس يلا غير شويه وكردي شعرك. تخيلوا البنات ما عرفتش شنو باش يخرج اللون، مولف خاصو يولي موف اللون ديال هذا. بعد كتكون دازت واحد 30 دقيقه كتغسليه، شوفوا دازت 30 دقيقه وباقي ما ولاش اللون موف. يمكن حيت ما نشفت شعري، يمكن حيت في هذه المرحله هذه ما كانش خاصني ندير شويه السيروم اولا زيت جونسون اولا شي حاجه، ما عرفتش شنو الغلط اللي درت، اولا يمكن حيت ما فتحتوش بزاف. فماشي مشكل، دابا دازت سميتو نص ساعه غادي نمشي نغسل شعري، لان فريمون كما قلت لكم شوفوا بديت الجلده ديالتي كتحسس من هاد الصبغات. فغنمشي نغسل شعري وندير طبعا البيربل شامبو ونرجع معكم باش نوريكم، باش نوريكم اللون بعد ما نشف شعري كيفاش خرج، واش نعاود ندير تفتيح مره اخرى ولا لا. الا كان خرج هو هذاك يعني مقبول فما كاينش علاش غندير تفتيح، ما كانش خرج اشقر فمضطره انني ندير له تفتيح مره اخرى او سحب لون مره اخرى. اوكي فهمتوني يعني شنو بغيت نقول. يلا نمشي نغسل ونشف ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الخلطه العجيبه اللي ما عرفتش ما صدقتش وما خرجتش. عاده بنفس داكشي اللي كنديرو ديما، شو هاد المره ما عرفتش علاش بقى لي اورونج حيت يمكن ما خليتوش فريمون حتى ما سحبتش اللون بزاف. يلا اوكي ماشي مشكل، حنا جالسين اصلا محجورين. يلا نغسل ونرجع لان الشلده ديال راسي فريمون كتحرقني، ما بقيتش كنخدم نفتح من هادشي. يلا هنا غسلت شعري وبقى اورانج، فكانت عندي ديك الصباغه ديال مونتيبيلو عاود درت بها باش نحيد داك الاورانج لان التونر اللي عندي كان يمكن برد. طبعا البنات اللي عقلتو فاش كنت في الاكسبو كانت عطاوني مونتيبيلو صباغه، ما نعرفش لكم هي اللي عتقت الموقف حاليا، تشرح لكم من بعد. يلا نمشي نغسل. او ماي جاد او ماي جاد، خرج شحال شعري. او ماي جاد، انه تحول ترانسفورميشن. ياو واو I love it. I love it. Vraiment. J'ai trop aimé. Waouh, waouh, waouh. حسيت بحال فاش مشيت كنت موديل مع لوريال وداروا لي هاد لا كولور هادي، ولكن ملي غنشف انا متاكده غتكون خطيره اللون، لانه واش انا كنصبغ كيبان لي اللون فظيع صدق، دايره لشعري كامل تال مو عجبني. او ماي جاد مونتيبيلو واو. بلاتي نشف وتشوفوا. واو. بيرفكتو. مونتيبيلو. دابا انا كيفاش غناخذ هاد اللون من عندهم؟ خاصني نمشي للصالون. هاد اللون كنت خديته فاش كنت في الاكسبو، كان طول. او ماي جاد او ماي جاد، خاصني نشوف باش نوريكم البنات اللون غيعجبكم، انا متاكده انا متاكده واخا باقي ما نشفتش كيبان ليا. يلا ليتس دو ات، نشف نوريكم. واو 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 واو، بحال فاش صبغت في لوريال واقيلا داك الغوص اللي كيمشي. فوالا البنات داك البينك حلف ما بغيتش يورينغ لايت، عطيه واحد اللون عكس الاضاءه مع الزرق والبيض. الاضاءه اللي كتكون بالزرق والبيض كتعطي غير في الاخرين. ففي الصباح بيت شعري طبعا في واحد الخلطه ديال زيوت وبيغ دو كاريتي، والصباح غسلته ودرت له بيربل شامبو وتشوفوا معايا النتيجه. شفتوا باش تعرفوا راه غير رينغ لايت اللي كتبدل الاضاءه وكتبدل الضوء الالوان ديال داكشي. ف واحد الوليد واش يخرج يبقى يصور بغيت نوريكم اللون، لان اليوم غادي نبيتو في ماسك كيراتين طبيعي اللي هو كندير فيه بيغ دو كاريتي. وصافي البنات كان هذا هو الشكل اولا الريزلت فينال ديال اللون اللي درت. صراحه عطا واحد السيلفر زوين عجبني بزاف بزاف، واخا لي غاسين ما خرجوش لي مزيان حيت ما صبرتش، انما ماشي مشكل يرتاح شعري ونعاود نديرهم. واللون راه كيبان بعد جوج غسلات ثلاثه عاد كيبان لك اللون تاع بصح ملي كيتفتح اكثر. يلا نخليكم مع هادشي وباي باي.